أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين القائل والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما ليلة ويذكر تكم ينير الوجه والقلب ويكسو صاحبه مهابة وجلالة ليلة ويذكر تكم ينير الوجه فتهن يا مروال نور لبس الفتن والقلب لبهم واستهبران ويكسو صاحبه يذكر بالبيت من يدرقوال مهابة وجلالة يقرما مقس لبس كبه لبسوال متذاكروش قنا ستاعتشو الله انت استوصل كرما موقس اللاتشو كان نسو فيت مكابات رايحون اللهم يقال عن شيخ الإسلام ابن تيمية سلام ابن تيمية سنقر كابن تيمية فيت اندسو وشت من ناقر ايشي لمنبر شيخ الإسلام ابن تيمية فيت اندسو وشت لمن ناقر اي دفرن هاي باتشو قرما تشو اسفر نبر ذكر اهين يا الله بسهل قرما لك اللال عد الله قرما يسطح لذكر ليلة ويا ذكرتكم الذكر علاج لقسوة الكلب ذكر للب دركة مدهانيتني لباهوني درك الاندامني صلاة التفتيلة لمبيلها ذكر أبزا ذكر ستابزا وسط قلب دركتني لقوان جاء رجل الحسن البصري عند سود حسن البصري متعنا من على تشو رحمه الله فقال أجيد في قلبي قسوة أنتو إمام على تشو لبي وسط دركتنا قنيا له على تشو حسن البصري من علوت قال أذبها بذكر الله تاليا ذكرى درقة على الزباتة ألوت حسن البصري قال الشاعر الإسلامي من إلال إذا مريدنا تداوينا بذكركم فنترك الذكر أحيانا فننتكس إذا مريدنا يتم من قزي تداوينا بذكركم اللهم بما استوس اللهم ذكر بما درق إن دن نبر نقرقنا عنداني ذكر ننتونا فننتكس صفر رب لنود قال لباتشني درق قال ليلو يا ذكرتك من ذكر الله ذكره الله يستوس الله استوسوا بلاجو يذكر نطب ازي لينو كذكر كمنا ترفاچو ترفوچ است بلاجو يهنياو قال تعالى الله سبحانه وتعالى من الى فاذكروني استوسني اذكركم استوساچو حلونا عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه من عمل صالحا ملكم سرى يسرى من ذكر او انثى سيتم هنا وند وهو مؤمن الصو مؤمن هنا بالله يامن سيون فلنحيينه نانور ولنا له حياه طيبه دسم اللي يرغاته حياتنا نور ولنا حياه طيبه مكرى شجر اللي فرارق بيشلال قد دنيا لي دسم اللي هوت نور الله ما انم ما ينورون ጸጋ በጸጋ የሚጣቀሙ ሰዎች የማይኖሩትን ህይወት ዱንያ ላይ ትኖራለህ يقول ابن الكيم كما في وابل السيب فللإحسان لإحسانك له جزاء مؤجل ولا بد لدق سرا الدنيا ላይ ከአኺራ በፊት የምታገኘው ጥቅም አለ በደግ ስራ ምን ዳለህ ዱንያ ላይ የምታገኘው يقول شيخ الإسلام ابن تيمية من ይላሉ ان في الدنيا جنة الدنيا ውስጥ ጀነት አለች አሉ اخيرا ساي دنيا وسط من لم يدخلها ازي ازي دنيا وسط يا الغبا لا يدخل جنه الاخره يا اخره جنه هاي غبا بلال اللهم بالقران من دنا ميلو ومن كان في هذه الاعمى فهو في الاخره اعمى واضل سبيلا ازي الدنيا لي اور ينبر سو اخره ملي اور نو بل اضل سبيلا مسمر ساتنو كزام بلا الدنيا لي يدستا هيوت يجنتن هيوت بإيمان متاقينيون يركعتا هيوت كالنورك أخرى لي جنتات أنت كم يقبط على الله زيو يتاوك زي دنيا لي متنور هيوت على الله ذاكروش إين هيوت نمي نوروت يي هيوت حياة طيبة ما لتدمو عربي عم مجلس كتب له عربي عم مجلس لي كتب له روزي يبالله ديشي ايه منور مالت هاد اللم شقر مكرا يتفرارك ابه عير بانتلي يتلواوت ابه يعير ملواوت كانتلي منم تزنو مامت استون دسن ملحيوت نورال شرو بالله درو بالله انت دستن يعني بهيوت وسته ركاتا يسموال وقال لي مرة نلالو ابن الكيم ما يسنو اعداء بي تلاتو تشي اني لي مني سارالو بلوالو نيالو تلاتو تشي انقلاتو اتشو ياسك اياو تشي اصراتشو نبر إمام ابن تيمية
ግን ጠላቶቼ እኔ ጋር ምን ሊፈጥሩ ይብኝ ይችላሉ? ጭራሽ ሁሉ ሊጎዱኝ አይችሉም አለው። انا جنتي وبستاني في صدري እኔ እኮ ጀነቴ አትክልቴ ልቤ ውስጥ ነው ያለችው ውስጤ ቀልቤ ውስጥ ናት። ان رحت فهي معي لا تفارقني የትም ቦታ በዳ አትለየኝም አብራኝ ነው የምትደው ጀነቴ። ان حبسي خلوه ቢያስሩ ጠላቶቼ ደብድበው መታሰሬ ለኔ ኸለዋ ይሆንልኛል። ከሰው ተለይቼ ዚክር ማድረግበት ከያመ ላይ ለምሰግድበት ቁርአን መቀራበት ቦታ ይሆንልኛል። وقتل شهاده بيقالوا يدمو شهيد ني بالله من قال لي دين لا استلالف سني موت كنت شهيد ني. وين اخرجوني من بلدي سياحه دمو كاغر بيعبرروني لني منافش شيء لني كاغر اغير يتزواوك دعوه سطالو فسيروا في الارض نو اغير يتزواوك حيالو اندي طلاتوچين اللي يقولون يچلال عند سو تغودا ميبالو جنته وسط يالچو مكامات سيچين نو كالله سبحانه وتعالى جا يالو سنسلت مبتس سيچين نو يي اندمو مانم ليارغو ايچلو ውስጤ እንዳያስኩት ቢገለይ ሸሂድ ነኝ ቢያስሩ ይኸለዋ ይሆንልኛል ቢያባሩኝ ይጃት ነው ምዘሩ። የደስታ ህይወት ትኖራለ ዱንያ ላይ ዛኪሮች ይሄን የደስታ ህይወት ነው የሚኖሩት። وكان بعض العارفين يقول كصالحوች ውስጥ አንዱ ምን ይላል لو علم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا بالسيوف النبر ታስሮኮ ስርቤቱስ ደረቅ ተምር ይበላ ነው እንዲሚለው ምን አሉ ለው ዓሊመል ሙሉኩ እኛን ቆውና አስሮ የከተቱ ንጉሳኖች የንጉሳን ቤተሰቦች እኛ ምን ኖረውን ህይወት ይደስታዩት ቢያቁ እቺ ለመቀማት በሰይፍ ይታገሉ ነበርን ማንም አይኖረውም እኛ ምን ኖረውን ህይወት ይደስታዩት ነው የምትኖረው ይደስታዩ በቃ ስርቤቱስ ነው ያሉ ደረቅ ተምር ይበሉ ግን ውስጣቸው በደስታ ይዘፍናል ደስታን ለሚኖሩት ህይወት። وقال الاخر ليلانياو صالح سو مناله عنداندي بقلبي دسمي الهوت يالفال وسط اركاتا تسمطوت ميالفني وقت الله اقول بي يلالو ان كان اهل الجنه في مثل هذا انهم لفي عيش طيب يا جنه سوچكو اني اون ياغنيوت يالوتن دستا ياغنيو كونه بتام تمجيتواچوال معناته يا جنه سوچ سبحان الله ዱንያ ውስጥ ነው እኮ ይሄ ሰው ያለው ግን ውስጡ የሚያሳልፈው የደስታ ህይወት የኢማን የኢማን እርካታ አለ። ሰዒድ ውስጥ እርካታ ያገኛል። ሽሮ በላ ደሮ በላ ሰዒድ ትሆናለህ። አንዳንድ በባዶ ግሪየር መኪና ካዘው በላይ ደስተኛ ነኝ እኛ እኔ አንዳንድ እንዲህ አይነት ወቅቶች በህይወት ይለያልፋላል እና ምን ላለው ተገርሜ በርግጥ የጀነት ሰዎች እኔ አሁን ያገኙት ያለው ደስታ ያገኙ ከሆነ በቃ ጀነት በጣም የሚያምር መኖሪያ ነው ማለት ነው። ደስታው ላይ ያጩት አንተ በጣም የሚያምር ቤት ስታይ ዲሚያ ጀነት የሚመስል ቤት አየው ትላለ ከመገረም የተነሳ ሰውየው ምንድ ይያሉ ነው يقول ابن القيم ان يلالو وعالم الله الله يا قال يلالو ما رايت احدا اطيب عيش منه قط اني كابن تيميه يبلط يدستايوت منور سو ايتشلاكم مع كل ما كان فيه من ذيك العيش ومع ما كان فيه من الحبس عند ابن تيميه متاثر عند ابن تيميه ينورو شجر ينبربت سو يلم كن يهم هونو يدستايوت نبر منورو وهو مع ذلك من اطيب الناس عيشا واشرحهم صدرا واقواهم قلبا يهم هنا يتاسره له يشجر حيوت ينور نتيميا لباچو يتكفته يدست حيوت منور نبر تلوح نظره النعيم على قسمات وجهه سبحان الله فيتو بنور يبرى نبر كله يدستنيا نبر نتيميا كذا ابن القيم يايزو منالو فسبحان الله من اشهد عباده جنته قبل لقائه ጥራት ይገበው ያ አላህ Subhanahu Ta'ala ባሮችን የሚወዳቸው ባሮችን ዱንያን ሳይለቁ የጀነትን ኑሮ ያኖራቸው ጌታ وفتح لهم ابوابها في دار العمل የጀነትን በር ገና ዱንያ ላይ ያሉ ከፈተላቸው فأتاهم من روحها ونسمها وطيبها የጀነት ሽታው ደስታው መጣላቸው ገና ጀነት ሳይገቡ። እንዲህ አይነት ህይወት መኖር ከፈለክ ከዚክር ጋር ሁሌ ተሳስረ መኖር አለ كل الله سبحانه وتعالى متوسمون اللب وسط بدست يزل شرو بالله درو لا انت من ما دلم الدنيا نغلق اتدال اسكزا درس كن دي دستنيا حيوت اند تنور يادرغا ذكر ذاكيروچ اند هينت يدست حيوت نو مينورت ليلو يذكر تكم للذاكري تستجاب دعوته لذاكر دعواو
طريو دعاون الله سبحانه وتعالى الشيل. يقول النبي صلوات ربي وتسليماته عليه نبي صلى الله عليه وسلم قال له ثلاثة لا يرد الله دعاءهم سوسوت قال الله دعاءهم ما يملسوا الذاكر الله كثيرا الله هم بتام يستوس ودعوة المظلوم يتبدل سو طري كافر انكوا بهن والإمام المقسط فتحوي بفته ممرا إمام مري نقوس بريزدانت ميادرقو دعاء يملس يسوستو سوشي دعاء كان سوس باك أدم تكتل مجمري أمان انتكسو أذاكر الله كثيرا الله هو اللي ذكر ميادرق الجن دعاء ينساكنا يملس حديث رواه البيحكي وحسنه الألباني سيلة بن الأشهم مبال عند من الصالحين كدقاق سوتشس كان في بعض الغزوات كوانا طورنة سيمالس كجهاد سيمالس من قر لي فما تفرسه فرسه يموت بتال ودك أني مدقرات ملكتنا سوليت أيك ألف اللقم ثم قال الله نجونا نسانا من عليه اللهم لا تجعل لمخلوق علي منه فإني أستحي من سؤال غيرك قيت يا هوي للا سو ولا تولو لي مما سعدك الدنيا تدرقين أني كان توج للا نسو ملما نتألالونا ملما مفلقوا أنتم بتشانو أنتر دانيال بعدو براها لينيال فأحيى الله فرسه إلى ابن كثير الله سبحانه وتعالى يموت فرس عسن السالت فركيبه حتى إذا وصل أهله إن فرسي قال لبمت أن بيته ليس درس فقال لغلامه لسراتن يوم ناله فك السرج فإن الفرس عارية فرس توشونه لك فتانا لك أكو فرسنا له فنزع السرج فهبط الفرس ميتا يا يتعصربت جمد فتصلكو فرسك الله توسطنا متوني نبر ودك أموتين الفرس شوف الله سبحانه وتعالى عندي في دعاون استجابة عند هذا الرجل ذاكر دعاء وهم ملس من هو اللي بك أنست سنتش ذكر سيلي نمد ملاس عندي الجنان الساند هنا قد ملايكو تشندالوت صوت معروف من عبد معروف يبال السمايل أرهي توك دمسنو كتوك باري متى دمسن يبال لذا دعاء ملسي السدان ذاكر دعاء استجابة له ليلو يذكر تقم ذاكروش ميجن ثمرو ترفو من دنو الوئام مع الكون كتفطرو غا مزامر تفطرال كتفطرو غا طرو تزامدو تسسر تفطرال منو تفطرو راسا اللهن ذكر ميادرغنو الله سبحانه وتعالى بقرآن لمن دنميل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تصبحه من منقر وإن من شيء شيء نكيران من منقر كل الله سبحانه وتعالى ما تأروا به نجي بحمده يا مسجنا ولكن نانت نقرقن لا تفقهون تصبحه تصبح الدرارقات ونانت نقرقن التاقوتم كل منقر الله نيوصل تراروا مريتو دنقو سمايو الله سبحانه وتعالى يذكر الذكر يا رجال يا ترى على الله الله سبحانه وتعالى ليلة آيات اللي مدنا منه سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم سبح لله الله أنا ترى ما في السماوات سماي لي الله وما في الأرض مريت لي مي الله فطران الله وهو الله عزيز الشنافي حكيم تبابينيو كل فطران الله سبحانه وتعالى مذكرنا أنت ذاكر كونك كتفطر وكتزامل وتفطر الله بأنت مسمر لينا متقوازوت كتفطر وكتقاجم تزامل دين ورحل نبي صلى الله عليه وسلم أندي جبل أحد أحد ترى رأيوتنا من قالوا هذا جبل أحد يكو أحد مبالو ترى رانو يحبنا ونحبه يودنا نعمل الدوالن أحدنا يا يهنو نبي صلى الله عليه وسلم كترارا قال لا شو زبدنا إن يام مؤمنوشن أحوده ترارا يودنا إن يام كونو الدوال لنا عندي نبي صلى الله عليه وسلم كأبو بكر الصديق عثمان عمر باللبت صوص أرادتو أحور ترارا لي روت أو سيوتو أحور ترارا احتز نتر سينتر نبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحود أنت أحود رقابل فإنما عليك نبي كانت ليك يودتو نبي لو وصديق أبو بكر صديق عبرني الله وشهيدان ولدت شهيدك لو دفيت مسؤات ميونو عمرنا عثمان كلا إلي الله ترقى قرد فثبت أحود سبال
አየው ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከተፈጠሩ ጋር የነበራቸው ዝምድና ሁሉም ያላህ ባሪያ ነው አንተ ትክክለኛ ያላህ ባሪያ ሱን አጋጂ ሆናል ተፈጠሩ اصحاب الكهف ሁላችሁ ታካላችሁ በዲናቸው ሸሽተው የት ውስጥ ይገባሉ ካህፍ ውስጥ ዋሻ ውስጥ ይገባሉ ቅሳው ረጅም ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘው ወደ 309 አመት ከቀኝ ወደ ግራ ያዘዋውራ ኑሯቸዋል እና ፀሐይ ስትወጣ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين ፀሐይን ስትወጣ ታያታለህ እነዚህ እንግዲህ ዋሻው ክፍት ነው እነሱ መሃል ላይ ነው የተቀመጡት في فجوة من ما لين يالو صحايا ستوطا بچررو عند اتقاطلاچو ودك انت زورالچال ستوطا واذا غربت تقردهم ذات الشمال صحايا عند اتنكاچو ستغبا دمو چررو عند ياغنياچو ودغرا تزورالچ ياياچون يا الله انباروچ ما اتقاطل الف الله عززات عند اتنكاچو كرامت لهم لا الله سينو بديناچو ششتو واشاو سي تدبقو وطاتوش ناچو الله سبحانه وتعالى صحايا عند اتاغنياچو ادرك ይው ፀሐይ አንተ ናት ነካ ጓደኛህ ነው መተው ተፈጥሮ ጋር ዝምድና ይኖርሃል አንዴ አንድ ነብይ ከነብያቶች ውስጥ ከጠላቶች ጋር ከሙሽሪኮች ጋር ጦርነት ሲያደርግ ቆየና ሊያሸንፍ ትንሽ ሲቀረው ፀሐይ ዋለት ገባ ሆነች ፀሐይዋ ከገባሽ ደሞ እነዛ ጠላቶች እንደ አዲስ ተደራጅተው ነገ በአዲስ ኃይል ነው የሚገጥማቸውና ለማሸነፍ አስቸጋሪ ሆነ ፀሐይ ዋለት ገባ ነው ምን አደረጉ صحيح بمانكو تترسلنات والله سبحانه وتعالى اجاچونا نسونا منالو يا رب اقومات صحينا الله سبحانه وتعالى صحينا قوملاچو لساچو قومش طورنتو لبزو ساعاتات اكهيدو كاشنفو بهالا يا رب اسگباتال الله سبحانه وتعالى صحينا اسگبات رايتو ቻይናዎች ይህን ታሪክ ፀሐይ ለብዙ ሰዓታት ከመግባቷ ፊት የቆመችበት ብለው አንድ መጽሔት ላይ ባለፈው ዘግባው ጥተውት ነበር በቻይና ታሪክ ውስጥ ጽፈው አስቀምጠውታል ይህን ታሪክ ፀሐይን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለዚህ ሰው አቆመለት ምነው እሱም የአላህ ባሪያ ነው ፀሐይም የአላህ ባሪያ ናት አላህ አዘዛት ለዚህ ባሪያ ቁሚ ቆመች እያያችሁ ነው ዛኪሮች ተፈጥሮ አላህን ዚክር የሚያደርግ ስለሆነ ዛኪር ከሆነ ተፈጥሮ ጋር ዝምድና ትስስር ይኖራል አንድ ከሷልሖች ከደጋግጎች ዑለማዎች ውስጥ አንዴ ከአንድ ንጉሥ ጋር ለግባባ ይላሉ ምንም ሁሌም ትክክለኛ ዑለሞች በሰላም አይኖርም አንድ ንጉሥ ስተት ይሰራል ያንን ያወግዛሉ አግብቶ ያስራቸዋል ያሰቃያቸዋል ልክ እንደዚሁ አንድ ስርዓቱን ሲያወግዙ ይሄ ንጉሥ ይቆጣና ያስራቸዋል ታሰሩ ይሄ ዓሊም ታሰሩና ለሰው ሊያስቅባቸው ብሎ ህዝብ ሰበሰበና ሶስት ቀን የተራበ አንበሳ ለቀቀባቸው እንዲበላቸው እሳቸው ቆመው ሶላት እየሰገዱ ነበር አንበሳው ሶስት ቀን የተራበ የሚበላው እየፈለገ ወደ እሳቸው እየሮጠ መጣ ከእሳቸው ሁሉ ሲደርስ ፈተወቀፈ ቆመ ከዛ ዞር እያለ ይደባብሳቸው ጀመር በልጋጉ ከዛም በኋላ ቁጭ አለና ይጠብቃቸው ጀመር ሰውየው ይሰግዳሉ ከዛ ንጉሱ ጋርዱን አስጠራና ማዛ فعل الكلب بابن الكلب አለው ጋርዱን ጠርቶ ይሄ ውሻው ያኒ አንበሳው በዚህ በውሻ ልጅ አሊሙን እኮ ነው በዚህ በውሻ ልጅ ምን ሰራ በጣጣሰው እንዲያለ ከዛ ጋርዱ ምን አለ ያ ሰይዲ رأيت امرا عجيبا የሚገርም ነገር ነው ያየሁት ምን አይሃለው والرجل ساجد والاسد في جنبه يحرسه ሰውየው ስጁድ ላይ ተደፍቷል አንበሳው ደግሞ እሱን ይጠብቀዋል ለጋርዱን እንኳን ሊበለው በጣም ደነገጠ ንጉሱ ያለና አሶጥቷል አሶጣውና ከጎናቸው ቁጭ እንዳለ ምን ታስብ ነበር አንበሳው ይሮጥ ወደ አንተ ሲመጣ ሲለው قال اني يا الله ان عندي قران نبر ما استوس فاصبر لحكم ربك فانك باعيننا لقيت فرد تاغس انت بنيا ايتا قططر سرنا እኛ እየጠበቅህ ነው ሚሊዮን አያት እያስተውስኩ ነበር ንጉሱ ደነገጠና ፈቶ ለቀቃቸው ይህን ክስተት ያየ የነበረው ህዝብ በውጭ ነው ሲወጡ ተቀበላቸው ያ ሼህ ማ ኩንተ ተፈክር አንበሳው እየሮጠ ሊበላ ሲመጣ ምን ታስብ ነበር አሉት ሰውየው ምን አለ ማ ኩንቱ ፈክሩ ማ ተፈክሩ አንተኩም ተታስቡትን ይበላኛል ብዬ ጭራሽ ከሐሳቤ ማልመጣ ግን ማስተነተነ የነበረ ሶላት ላይ ሁኜ በላጩ ሲነካይ በልጋጉ ألعاب الأسد نجس أم لا يالكو نبرس أسسر ينبرو يعني بس لقاق عندي ينجس لا ينجس حتى لا يبطل صلاتي صلاتي عندي بلا شوية لقاق ينجس ينا ينجس ويالكو ديتي بلا ينال ويالكو يفرار له أم بس سبحان الله أم بس إمام بارين يا الله سبحانه وتعالى فطورنا
لالله تزاج باروش ناتشو انت الله باريا كون كنسو غا زمدنا نمتفطرو ذاكروش كتفطرو غا ويام good agreement طرو تسسري نورال good connection طرو دس ميل تزامدو تسسرن تفطر الله ذاكر كونك لمالتنو ان شاء الله ሌላው የመደምደም ያማደርገው ዚክር እንግዲህ እንደን ተፈድላለው ጥቅማለው ደረጃው ትልቅ ነው በዚክር ለመበረታታት ምን እናድርግ ሁለት ነገር ያስፈልገን አንደኛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚክር እንዲያበረታን ዱዓ ማድረግ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሶላት በኋላ እንድናደርገው ያዘዙን ዱዓ ለምን ብለን ነው اللهم جئتي اعني على ذكرك انتم بماوسات لي اجزني وشكرك بما مسكن لي وحسن عبادتك انتم بطرو بمجزات لي اجزني بلاچو دعاء درغو بلوال ايهن دعاء نادرغال الله لذكر يوفقنا ሁለተኛ ጥሩ ጓደኛ ማምረጥ ذكر የሚያደርጉ ሰዎችን ነብዩ موسى عليه السلام ወንድማቸውን ሃሮንን الله سبحانه وتعالى አብሮ እንዲያደርግላቸው ሲጠይቁ ምንድነው ያሉት كاينو سبحك كثيرا ونذكرك كثيرا ጌታይ ካሩን ጋር ሆነን አንተን በደንብ በብዙ እንድናወሳ በብዙ እንድናመሰግነ ነው ስለዚህ ጥሩ ጓደኛ ግቡ ምንድነው አብሩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንድታወስ ነውና ኢንሻአላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሰማነው ምን እንጠቀም ያደርገን اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله تعالى